ترابي من المشهد ينضم إلينا هاتفيا موفد التلفزيون المصري إلى هناك محمد علوي. محمد، ما آخر تطورات الموقف لديك بعد اقتحام قوات الأمن في الاستعداد واتخذت أماكنها بالمدرعات الشربة ونقلات الجنود استعدادا للتحرك؟ أنا شخصيا ما توقعتش أنه هيكون في هذه الكثافة من ووابل من إطلاق النيران، لكن القوات تسيطر تتعامل ولكن تتعامل بحذر، لأنه في أهالي موجودين في القرية. التعامل بحذر مع يعني الأهالي اللي موجودة، القوات تتعامل بشكل حذر حتى هذه اللحظة. وأيضا في عدد من المدارس موجود في هذه المنطقة. عملية إطلاق النيران وإصابة الضابط جاءت من أعلى أحد المدارس اللي موجودة في بداية وفي مدخل القرية. أيضا شاهدنا إطلاق لعيرة نارية من مدرسة أخرى، وبنؤكد شاهدنا إطلاق لعيرة نارية من أعلى بعض المساجد. عبد الله، نعم، دعاؤنا لقوات الشرطة والجيش بالتوفيق والنجاح في هذه المهمة، وسنتواصل معك محمد علوي في خدماتنا الإخبارية القادمة. شكرا جزيلا لك.